القذقذي 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 سي الاكثر ما تسمع بيسمع سمعت بيسمع شو يعملوا الله اعلم هو قال لك مات وفما شكون قال لك شافوا في برشا بلايص الفومبير السايت سمعت قتلوها ما شو خدمته شو خدمته الله اعلم قال لك باندي ولا ارهابي نعرفه اي شو يعمل قذقذي قتل الارواح تفرجت فيه شويه برك على الفيسبوك لا ما نعرفش سمعت سبيزا ما هو زاوية ذي مات في وين هو؟ في رواد مات في الشرقية دوم كل بلاصة مات نعرفه قال لك مات أربع مرات ولا لاذي آخر مرة مات البارح قلت البارح تجي كهو ذيك شنو نعرف علي نسمع بي نسمع لي وقتل شكري بالعيد كهو والبارح قتل معناتها مات سيد نسمع بيه ارهابي سيتو سيتين كرابي مجرم جابت هون النظام على جانا لا اكثر ولا اقل معناتها ومازالوا باش يسيبونا الكرابيل نتاعها احنا هذا شنو نجم نقول لك خاطر باش كيما عملوا في سوريا كما عملوا في مصر كما عملوا في ليبيا وباش ومازلنا لهنا باش نشوفوا معناتها مشاكل اخرين معاهم ارهابي اللي هو لكن شكون بعثوا هذا سؤال نعرفوا اللي هو ارهابي معناتها حتى في كموت من تونس صافا ماذا بينا يتنحل الارهاب من تونس هذا اللي كان يمكن بجنبنا في الحوم ها؟ صافا اللي برك مو ماذا ومثل آه شبالك لك انت شوي مثلا عامل لاحي ظهر فيه سلفي والله واك ما عنديش حتى تكر عليك ما نعرفوش ما انا اول مره نسمع الاسم نتاعي كان البارح في التلفزه ايش سمعت عليه قالوا ارهابي فهمتني وانسان معناها شو قلت فهمه معناه إنسان إرهابي معناه يقتل في الناس فهمتني إنسان تكفيري فهمتني كفر بالإسلام يقولوا الحاكم طاغوت يقولوا فهمتني شكري بالعيد معناه إنسان كافر إنسان ملحد فهمتني إنتي نعرف عليه قد